فيما موضوع الهدف اللي تم اختياره من قبل الكاف، استفتاء الكاف، افضل هدف في دوري ابطال افريقيا. طبعا ماشي. ده النهارده شغل برضه الراي العام، وطبعا فاز بيها عن جداره، انا بعتبره عن جداره الكابتن محمد مجدي قفشه، وما دام الناس هي اللي اختارته يبقى عن جداره. طيب محدش يقدر يشكك، ده اختيار جمهور. طب وايه رايك في خالد الغندور اللي شغال يعمل اي فتنه في اي حاجه بقى وشكك في الموضوع؟ لا انا راجل بحترم راي الجمهور، حتى لو مختلف، حتى لو انا مش على هوايه، ما دام الجمهور هو اللي اختار، تقديرا واحتراما للناس اللي اختارت، اللي انا اعيد الاختيار. هدف شيكابالا هدف جميل، لكن الجمهور شايف ان هدف اكشن الاجمل والافضل، لان هو جاب بطوله. برضه لازم برضه الناس تحط في التقييم ان الهدف جاب بطوله. يعني انا باجي اقيم موضوعيه، انا زملكاوي، لكن بموضوعيه هدف اكشن جاب بطوله، يبقى بالتالي هيكون هدف مهم. طبعا ان الجمهور اختار هو الافضل، خلاص يبقى هو الافضل احتراما للجماهير اللي اختارت، حتى لو انا رايي مختلف عنه، لازم احترم راي الاغلبيه واحترم راي الجمهور. تمام. بس فكابتن خالد غنور كان المفروض يحترم راي الجمهور، وطبعا يحط انتمائه جانبا، ويعلن ان هدف افشل خلاص، وده تم اختياره تقديرا فهو الافضل، مفيش فيها كلام. عندنا ملف تاني، اللجنه التنفيذيه اللي موجوده في نادي الزمالك عقدت اجتماعها. طبعا اللجنه التنفيذيه مكونه من الدكتور حسين السمري والكابتن ابراهيم عبد الله والدكتور يحيى مستقيمي، اجتمعوا وخدوا قرارات مهمه رفعوها لمجلس الاداره. إعارة احمد عبد الحليم ايشو لاعب وسط فريق 2003 نادي البنك الاهلي لمده موسمين مقابل 500,000 جنيه. طبعا بعد موافقه مسؤول قطاع الناشئين. اعتماد تشكيل لجنه الكوره بالنادي ان الكابتن ايمن يونس رئيس تنفيذي للجنه، والكابتن فاروق جعفر مشرف عام على اللجنه. تكليف اللي هو احمد زكريا مدير تنفيذي للنادي تشكيل لجنه من القطاع الهندسي لزياره ارض 6 اكتوبر وتصويرها ووضع تصور للمنشات والحاجات اللي المفروض تكون موجوده عليها. طبعا نادي 6 اكتوبر جرباء صحراء ما فيهاش اي حاجه، وكل اللي كان بيتكلم عليه المخزون كله ماكيتات، مفيش حاجه على ارض الواقع. صح. تكليف الدكتور يحيى مصطفى كمال حلمي بدراسه ملف العماله والموظفين، لانهم طبعا اكتشفوا انه في موظفين كتير جدا بتقبض ملهاش اي عمل او مش موجوده اصلا، وفي حوالي 80 موظف بدون عقد. 80 موظف بدون عقد. طبعا ده ملف شائك. وطبعا اكتشفت اللجنه برضه حاجه مهمه جدا يا استاذ عبد الناصر، ان مدرب كره السله الاجنبي شغال بقاله شهر بدون عقد، مش عقد بينه وبين النادي، لدرجه ان الراجل اتمنع من دخول احدى المباريات، وما كانوش عايزين يدخلوه الصاله، وكانت دي مباراه الاهلي في الدوري، ولا يكون موجود عشان معهوش كارنيه، لكن مسؤول الزمالك اتدخلوا بالود كده، نجحوا ان هم يدخلوه. فده طبعا كان موضوع برضو اتكلمنا فيه. في ازمه ثانيه موجوده، كان في كابتن طارق حامد كان واخد وعد من احد الشخصيات العربيه، شخصيه عربيه محترمه، ان هو هياخد تربيه فوق العقد بتاعه. طبعا التربيه دي بره العقد، مش موجوده، مش مذكوره في العقد. اللجنه ومجلس الاداره بيتعاملوا مع العقود، فلما كابتن طارق حامد اتكلم معاهم قال له والله احنا معانا عقد، احنا بنتعامل على العقد. الامور الترديات والامور الحاجات دي انت تقدر تسال عنها، لان انت اللي اتفقت فانت اللي تقدر تطالب بيها، احنا ما نقدرش نطالب بيها، احنا عندنا العقد هنسلمك مستحقاتك حسب التعاقد، وبنحترم التعاقد ومستحقاتك واستثمارك. طبعا كان الكوره في ملعب الكابتن طارق حامد هو اللي يسال بقى على الترديه اللي كان واخد الوعد بيها يعني. فاكر ادعم كنا اتكلمنا في موضوع فاكر ادعم النشفان ولا نسيته؟ ده انت نشفتها خالص، خليتها على الحديده. قلت لك كل السيناريو الحمد لله قبلها. انت غرقان بقى، بس بقول لك ايه، انت المفروض ما تتكلمش على شفان، انت غرقان في السعوديه ومتدلع، انسى النشفان بقى، فكر في الرخاء، في البغبده، في الدلع، لما تبقى ترجع هنا وتقعد بقى في الشقه ويا محمد هات سندوتش همبرجر، طب والنبي نص كبده، طب نص سجق، يبقى افتكر النشفان بقى، انسى انسى النشفان، فكر في اللي انت فيه دلوقتي. الله يسامحك يا ميدو. ميدو مين ميدو ده؟ مش هو قال له الله يسامحك يا ميدو؟ انا افتكرت حد من حضرتك، انا مش عايزين
الله يسامحك. ليه؟ انت بعت منك الحصانه ولا ايه؟ فاكر ايام الحصانه؟ كانش فيها الله يسامحك دي خالص. عشان تعرف برضه ان احنا غيرنا السلوك. ما انا اهو بديني بتغير. روح يا ابني الله يسامحك. ماشي ماشي. وتاني يوم على سلم المحكمة وتاني يوم على سلم المحكمة افتكر انه قال له الله يسامحك، قال له اه انت تتكلم انا عربيك يا بتاع الخرابات يا صايع. ما هنش عليه ياخد العشر حسنات الوحيدين اللي عملهم في حياته. العشر حسنات الوحيدين اللي عملهم في حياته. تاني يوم على سلم المحكمة شفق ميت على سلم المحكمة شفق ميت سيئة قصادهم، لأن الخرابة الخرابة واسعة، فمش بعشر سيئات بميت سيئة. هنتكلم بقى عن الكابتن فرجاني الساسي. طبعا احنا كنا اتكلمنا عليه، بس في تفصيل للكابتن ايمن يونس لازم نقوله. الكابتن ايمن يونس قال لك مفيش اي حاجه خالص حقيقيه من الكلام اللي اتقال بتاع مساله ان فرجاني طلب 2 مليون يورو للتجديد، ولا مساله ان فرجاني هيجدد لمده موسم. قال لك مفيش الكلام ده، بس احنا مش هنقعد كل شويه نرد بقى ونتكلم. احنا ان شاء الله هننهي الملف ده بتجديد اللاعب ان شاء الله خلال الفتره المقبله، ونقفل الملف ده خالص. وفرجاني على مستوى الشخص الراجل حبيب الزمالك، وعلاقته الشهيره جدا بجمهور الزمالك والجهاز الفني والجميع، والراجل رغبته الاساسيه انه يكمل مع الفريق، واحنا بنحترم الرغبه دي وشادين اللاعب، وان شاء الله هنحقق له كل طلباته وهنقفل الملف ده قريبا. ساسي كما هو اوباما، كانت المشكله نفسيه وسوء معامله، ولكن كلاهما يعشق الزمالك والزملكاويه. انا كلام عارف بقوله ازاي. هل لديك اي اخبار اخرى؟ عندنا الزمالك هيجي الناس هتكون ان شاء الله خلال الساعات الجايه طبعا، عشان ماتش جازيل يوم الاربعاء. في حاجه بس سواء عبد الناصر بعد اذنك. طيب يلا يا كابتن، ما دام جهان مستنياني على التليفون في مكالمه مهمه جدا. طب خلاص روح بقى، لان دي طبعا مكالمه مهمه. خلاص اقفل، وانا لما اطلع الاخبار ممكن ابقى ادخل تاني، مفيش مشكله خالص. طيب استاذنك تتابعنا عشان اخد منك عناوين على كلام مدام جهان. تحت امرك تحت امرك. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا يا سلام عليكم.